امرأة تسجن ساعات لأجل فاطمة سلام الله عليها في عهد الإمام الصادق عليه السلام. القضية تدل على أن السجن مو أكثر من ساعات. في الأيام اللي كان الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة، الراوي يقول اجيت عند الإمام عليه السلام، الإمام أمامه طبق رطب دا ياكل، وقال لي تفضل. أنا هم قمت آكل. إجمال القصة مع الإمام عليه السلام، ردت قلت يا ابن رسول الله فذا قصة مرت علي ما أقدر آكل. قال لي قصتك اللي ردت تقولها شنو قصتك؟ قال يا ابن رسول الله جئت شفت الجلواز الشرطة، شرطة المنصور، شرطة الظالم، ماخذين مرضى يودوها للسجن. سألت قالوا هذا لأجل فاطمة سلام الله عليها، ماخذيها ليودوها للسجن. يقول الإمام كان دا ياكل تمر، كف يده وجعل يبكي وشالت شفيه، تبللت الشفيه، المنديل تبلل من دموعه، وتبللت لحيه الامام الصادق من دموعه، وتبلل صدر الامام الصادق. قال قوم قوم خلينا نروح الى مسجد السهله ندعو لهذه المراه. يقول قبل مجموعة كنا ويا الإمام الصادق عليه السلام، جينا إلى مسجد السهلة. في مسجد السهلة الإمام الصادق صلى ثم سجد. في نفس الوقت قبل أن نجي إلى مسجد السهلة، الإمام قال للواحد من أصحابه، قال له روح باب السجن إذا شفت خبر الشي صار تعال خبرنا، ولا تغادر باب السجن، كون هناك اما تجيب لنا خبر نجاة هذه المرأة مضمون الرواية، او انا ادز لك واحد، يعني ابقى هناك. طرش دز واحد باب السجن، وقف الرجل قال له لا تغادر ابقى هناك. والامام مع مجموعة اجوا الى مسجد السهلة، الامام صلى واحنا صلينا، والامام سجد وبكى ودعا، دعاء موجود، سيد ابن طاووس رضوان الله عليه راوي الدعاء، في البحار العلامة المجلسي ناقل الدعاء، كتب الأدعية موجود الدعاء. بعدين الإمام رفع رأسه قال لهذا الرجل، قال المرأة أطلقت، روح روح شوف، طلعوها من السجن، روح شوف الخبر. الإمام الصادق اللي يدري المرأة طلعت من السجن ما يدري أخذت المرأة. يقول إجيت بالطريق وافاني هذا الرجل اللي طرش دز الإمام الصادق عليه السلام، شفته جاي، قلت له ما الخبر؟ قال المرأة طلعت من السجن، طلعوها من السجن. واحد إجاها طلعها من السجن، قال لها شنو قصتك؟ ليه سجنوت؟ قالت لأجل هذه القضية، لأجل فاطمة سلام الله عليها. جاب لها من الأمير صر كيس فيها 200 درهم. بزمان الإمام الصادق في الروايات أكون 200 درهم فلوس حاج، كان يعني نيابة الحج من الكوفة 200 درهم كانوا ينطون، يعني فلوس حج نيابة. اعطاها 200 درهم، كلما أصر عليها لم تأخذ المال، قال ما أريد فلوس، ما أريد، ما أخذ منكم. الرجل
اللي الإمام الصادق طرشه باب السجن ودا يرجع دا يسولف لهذا الثاني اللي الإمام من مسجد السهلة بعثه. قال ما أخذ، رجعوا إلى الإمام الصادق نقل القصة إليه. الإمام الصادق عليه السلام شال 7 دنانير، 7 دنانير يعني 70 درهم، قيمة 70 درهم كان يصير، لعل الإمام في ذلك الوقت ما موجود عنده أكثر من هذا، أو لعله يعلم أن المرأة لا تحتاج أكثر من هذا، أو لعله غير ذلك، من يدري، هم يدرون أكثر من لعله، واحد ما يقدر يحكي. الإمام انطى 7 دنانير، قال له روح هاي المرأة أدري بيها محتاجة وما أخذت فلوس الظالمين، روح انطيها هذه الفلوس وأبلغها سلامي. الرجل إجى باب دار المرأة، قال لها الإمام الصادق عليه السلام صنع كيت وكيت، نقل القصة لها ودزلش طرش لك هذا الفلوس وسلم عليك. امرأة تؤخذ ساعة ساعتين أو قل ساعات لنفر لأجل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام الصادق يبكي، المنديل يتبلل ويجري الدموع من المنديل على لحيته الكريمة، لحية الكريمة تتبلل كما في الحديث الشريف، وتجري الدموع على صدره الشريف، ويقوم يروح إلى مسجد السهلة ويصلي صلاة حاجة لعلها، ويدعو حتى المرأة تطلع من السجن. سجنت لأجل فاطمة، انتوا تسوون فد شيء لأجل فاطمة صاحب الزمان سلام الله عليه، لا يدعو لكم، لا يعتني بكم. صاحب الزمان سلام الله عليه هو صاحب مصيبة أجداده الطاهرين، هو صاحب مصائب جدته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذن الإنسان كلما يعمل لأهل البيت عليهم السلام وبالخصوص لمن جعلها الله تعالى في التعريف للملائكة محور أهل البيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كل ما واحد يعمل هذا من توفيقه، واللي يقدر يسوي شيء وما يسوي هذا من عدم توفيقه، مو سوء توفيق، لا، ما عنده توفيق. هذا واحد يقدر يسوي شيء وما يسوي. يا زهرا إن هدات البرايا بنوك، يا زهرا يا زهرا يا من رضا ربنا من رضاها، يا زهرا يا زهرا يا زوجة المرتضى في علاها، يا زهرا يا زهرا